أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام لاستكمال بقية الموعد الإخباري المفصل وملف النقاش الرئيسي والحديث عن استحداث الحكومة لخلية الاستعلام المالي. سنتحدث عن الإجراءات القانونية الجديدة لمكافحة تبييض الأموال وكل ملفات الفساد، وحتى بالنسبة كذا مكافحة الجريمة الإرهابية. فالحكومة حددت مهام خلية الاستعلام التي طلبت من قبل الهيئات الأممية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا محاربة الفساد، حيث أكدت كذلك أن الخلية أوكلت لها مهام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آخر عدد من الجريدة الرسمية. ومن أبرز مهام هذه الخلية الاستلام لتصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال أو كذا بالنسبة لتمويل الإرهاب التي ترسلها كذلك الهيئات والأشخاص، ومعالجة التصريحات بالشبهة في كل الوسائل والطرق المناسبة، واستلام ومعالجة التقارير السرية الصادرة عن الهيئات ومذكرات الإعلام، وتبليغ المعلومات المالية للسلطات الأمنية والقضائية عند وجود أسباب للاشتباه في عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب بإرسال الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص. سنتحدث عن الميكانيزمات والآليات المسطرة لإجراء هذه العملية مع ضيفتي الكريمة المتواجدة معي هنا بالاستوديو، سادة فريدة عبري بن عائشة، حقوقية وأستاذة القانون. صباحك سعيد سادة، أهلا. صباح النور أستاذة وسام ليك ولكل متابعي قناة الشروق. طبعا مرحبا بك دائما في استوديوهات الشروق الإخبارية. إذا سادة فريدة عبري بن عائشة، لو نتحدث عن استحداث الحكومة لخلية الاستعلام أو معالجة الاستعلام المالي كإجراء قانوني جديد لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكل شبهات الفساد بشكل عام. بداية لو نتحدث عن رأيك الصريح في استحداث هذه الخلية للاستعلام المالي، وهل فعلا توقيتها مناسب؟ أستاذة وسام، حتى ربما نبسط الصورة للمشاهد اللي راه أكيد يترقب الحرب اللي تقودها الجزائر في سبيل مكافحة الفساد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. أصبح اليوم المواطن راه عارف على أنه هذه الحرب إنما لازم يكون فيها مجموعة من الميكانيزمات حتى نوصلوا في النهاية إلى الهدف الرئيسي واللي هو القضاء على الفساد وتجفيف منابعه. الحكومة الجزائرية كانت وعدت الجزائريين، قالت لهم أنه الحرب ضد الفساد هي حرب طويلة الأمد، ولكن علينا احنا اليوم كدولة كمواطنين كمجتمع مدني أنه نخلق الأرضية القانونية اللي من أجلها ربما نقضي على الفساد من الجذور. من بين ربما أكثر الآليات التي كان لابد من استحداثها في هذا المجال خلية الاستعلام المالي. باش نكون واضحين أكثر مع المشاهد، خلية الاستعلام المالي وإن كان اليوم الحديث عنها راه تقريبا عنده يومين أو ثلاثة منذ تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية، ولكن الجزائر صادقت على اتفاقية باليرمو، هذه الاتفاقية التي بموجبها الجزائر تعهدت رفقة الدول اللي مضت الاتفاقية على تشكيل شيء أقرب إلى أن يكون وحدة استخباراتية. مهام هذه الوحدة هو مراقبة كل العمليات المالية والاقتصادية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. يعني من 2002 وهو تاريخ المصادقة على الاتفاقية إلى اليوم 2022 راهي مسيرة وقت كان لابد أن الجزائر تفعل هذه الخلية. اليوم الدولة الجزائرية هي مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى أنه مؤخرا كنا نسمع من طرف ربما الجهات الأمنية المختصة أنه في منظمات تخدم هنا في الجزائر بتغطية بتمويل أجنبي. يعني هذه المنظمة كيفاش قدرت تجيب هذه الأموال باش تمول نشاطها في الجزائر؟ كيفاش قدروا أنه أموال عائداتها يعني مصدرها غير مشروع ولكنها تنشط في السوق الجزائرية؟ خلية الاستعلام المالي أو الوحدة الاستخباراتية هذا هو مهامها. لما نشوف أنه في بعض التنظيمات الإرهابية تتحصل على تمويل من طرف دول أجنبية، لما نشوف أنه منظمات مصادر أموالها نتيجة أو عائد إلى أمور إجرامية، هذا هو ما يعرف بتبييض الأموال. وبالتالي خلية الاستعلام المالي كقانونيين كحقوقيين نشوف أنه بالعكس هذا هو توقيتها، لأنه لو ما فعلناهاش من 2002 إلى اليوم
ما تمش تفعيلها، ما وقفتش عليها وزارة المالية، لأنه السيد الوزير الأول هو اللي ربما وقع ما يسمى بالمرسوم التنفيذي الخاص بتحديد مهام هذه الخلية، بتسييرها، بالأطر القانونية، بالميكانيزمات القانونية التي يجب أن توضع أو تسلط تحت هذه الخلية. أنا أعتقد أنه آن الأوان حتى يتم تفعيلها بشكل رسمي على المحيط الجزائري، بالنظر إلى حملة التكالبات الاقتصادية والمالية اللي راهي تعاني منها الدولة الجزائرية. طبعا الآن لما نتحدث عن هذه الخلية، ربما الاستجابة لكل هذه الطلبات كيف يتم العمل؟ هل يتم العمل عبر تحقيق معمق أو عبر تبليغ ربما قد يكون لهذه السلطات القضائية؟ كيف يكون أو تكون آلية العمل مع هذه الخلية لمعالجة الاستعلام المالي؟ وفقا للجريدة المرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية والموقع عليه من طرف السيد وزير المالية، فإن كل هذه الأسئلة التي طرحتموها سيدتي الكريمة إنما هو موجود في هذا المرسوم، بحيث أن المرسوم يحدد تنظيم هذه الخلية، تسييرها، مهامها، وحتى ربما التشكيلة القانونية للخلية المتعلقة بالاستعلام المالي. وبالتالي باش يقدر ربما توصل إلى المهام المرجوة وفقا للمرسوم التنفيذي، فإن من مهام هذه الخلية هو استقبال واستلام جميع التصاريح بالشبهة والفساد المالي، بقيام بالتحقيقات اللي أكيد راح تستلمها إما من طرف الأشخاص، وهذا إجابة على سؤالكم، يعني يتلقوا تصريحات أو تقارير من طرف أشخاص بوجود شبهة تبييض أموال أو تمويل للإرهاب من البنوك والمؤسسات الاقتصادية، يعني وكأنه هذه الخلية تعمل بالتنسيق مع جميع أطراف المجتمع المدني، أشخاص طبيعيون أو حتى مؤسسات مالية وبنكية، يعني كل من لديه معلومة يقدر يفيد فيها هذه الخلية حول وجود عملية تبييض أموال. يعني نقدر أنا اليوم كمواطن ملاحظ نشوف أنه في عمل إجرامي، يعني تحصلوا من خلاله فاعلون الأصليون أو الشركاء على مبالغ مالية توصف أنها بالضخمة، يقوموا بتبييضها، يعني يحولوها إلى وكأنها أصبحت مشروعة. نقدر أنا اليوم كمواطن لما نتوصل إلى علم أنه في عمليات مالية راهي تمشي بهذا المال المبيض، نقوم بتبليغ الخلية والخلية تقوم بمهامها. نفس الشيء بالنسبة للبنوك والمؤسسات الاقتصادية، لما نكون أنا كرئيس بنك أو كمدير فرعي أو أي ربما على رأس أي جهة توصف بأنها اقتصادية أو مالية، توصل إلى علمي أنه في تحويلات في شبهة مالية، لأنه أنا كمسير اليوم أنا مسؤول على المال العمومي، نعرف أنه في شبهة مالية، وبالتالي نقدر أنا بناء على ما عندي من معطيات وتقارير نحمل هذا التقرير ونديه إلى خلية الاستعلام المالي. خلية الاستعلام المالي تبدأ خدمتها من اليوم لتستلم فيه التقارير، وأكيد عملها ماهوش سهل طبعا، لأنه سيدتي الكريمة عملها راهو فيه، يعني لما نحب أنا نعرف التشكيلة أو التوليفة الطبيعية أو البشرية لهذه الخلية، راهي متكونة من ناس أمنيين وعلى رأسهم إطارات في سلك الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن، فيهم إطارات قانونيين، إطارات اقتصاديين، يعني كل ومهامه يتلقوا تلك التقارير، يقومون بعمليات البحث والتدقيق والتحري حول مدى صدق ما ورد في تلك التقارير، وبناء على ذلك يتم إحالتها إلى العدالة، وتبقى دائما العدالة هي الوحيدة بالقول إذا كان هذا الملف يعني فيه أدلة إدانة أو لا، تبقى العدالة هي الوحيدة مسؤولة. صحيح أستاذة فريدة، ربما نحس أنه فيه نية ميدانية طبعا لكبح كل ما فيه شبهة فساد ووضع حد لتبييض الأموال الذي أصبح يرهق كاهل خزينة الدولة. كذلك نتحدث عن كل امتيازات المخولة لأعضاء مجلس الخلية بحماية الدولة طبعا لهم، سواء من التهديدات والإهانات والهجمات مهما كانت طبيعتها التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال الخدمة، ويستفيد الرئيس يعني رئيس مجلس الخلية وأعضاء مجلس الخلية إضافة إلى الراتب المدفوع من التعويض الذي يحدده المرسوم التنفيذي طبعا بالجريدة الرسمية. يعني كل هذه الامتيازات الممنوحة لهم لتسهيل مهامهم كذا، وإعطاء كذلك مصداقية أكثر لهذا المجلس، والذي من المنتظر طبعا منه وضع حد لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب وكل شبهات الفساد بالتنسيق كما سبق وأشرت مع الوزارة الوصية الوزير الأول وزير المالية وحتى بالنسبة لوزارة العدل كذلك. أكيد جهة قضائية. أستاذة شفي، هو باش نكونوا صريحين دائما،
ما أوصل الجزائر إلى ما وصلت إليه الآن من فساد مالي وفساد اقتصادي هو ذلك السكوت المفضوح. لما نكون أنا كمسير نعرف أنه في شبهة فساد، ونعرف أنه في تمويل خفي للإرهاب، ما نبلغش لأنه ما عنديش الحماية. في وقت سابق كان المواطن من ألوغ لا ولا حكينا على مسؤول، مواطن بسيط مش يروح يبلغ على عملية فساد يخاف، يقول لك أنا المهم تخطي راسي لأنه أنا مانيش محمي، ما عنديش تغطية قانونية، اليوم تتطفر فيا راني يتمت ولادي وراني رحت فيها. هذا هو اللي وقفت عليه الدولة الجزائرية، بالتحديد السيد رئيس الجمهورية في كل خطاباته مع المجتمع المدني ومع الصحافة يقول لهم احنا بالنسبة للناس اللي أعطينا لهم مهمة مكافحة الفساد واللي أعطينا لهم مهمة لليوم راه الجزائر قلنا لكم أنه راه فيها حرب حقيقية، لابد أن نحميوهم أضعف الإيمان ونحميو ذلك المسير أو المواطن اللي يقوم أو ذلك الموظف اللي كان خدام في إدارة عادية وإحنا رفضناه من الإدارة وجبناه على رأس خلية أو شيء من هذا القبيل عفوا وطلبنا منه أنه يقوم بمهام توصف بأنها مهام استخباراتية، لابد أنه يحظى بالحماية، حماية أقرها المرسوم التنفيذي المصادق عليه مؤخرا، وقال أنه الأعضاء كلهم اقتصاديون ماليون أو حتى أمنيون إنما يخضعون لمجموعة من الامتيازات، أولها الحماية، ثانيا من غير الراتب المالي، لأكيد أنا متأكدة أنه ولا واحد من الناس المعينين عينه في الراتب المالي، لأنه كل واحد منهم ما بيقول احنا خدمنا في الإدارة الجزائرية ونعرفوا الإدارة الجزائرية ونعرفوا مكمن الفساد في الإدارة الجزائرية، وبالتالي الراتب لا يغرينا، اللي يغرينا النتائج اللي راح نحققها على الميدان، لأنه من 2002 والمجتمع المدني يطالب بتفعيل هكذا هيئات. الدولة الجزائرية قالت لهم الحماية القانونية راهي موجودة لكم، فقط عملوا بنزاهة وعملوا بضمير، كل الأبواب الإدارة الجزائرية مفتوحة لكم، وين ما تلقاو شبهة فساد وتوصلكم تقارير ما نسمحش أنه في باب مغلوق، كل الأبواب لازم تفتح بما في ذلك أبواب الإعلام، يعني تلقى أنه شبهة فساد أو تمويل إرهاب أو شيء من هذا القبيل قم بتحرياتك اللازمة، أنت مغطى من الناحية القانونية، أنت مغطى من الناحية الشرعية، نزاهتك ضميرك والحكمة اللي تحلى بها هي الوحيدة فقط نحتاجها منك، عدا ذلك الدولة الجزائرية تحفظ لك حقوقك، تحفظ لك واجباتك، تحفظ لك حتى حريتك والحماية، حريتك الجسدية والحماية المفروضة اللي لازم تكون وفقا لهذا المرسوم. وبالتالي احنا دائما نقول على أنه كل هذه الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة الجزائرية لأعضاء والمكونين أو الإطار البشري لخلية الاستعلام المالي سوف تكون إن صح التعبير محفز إضافي يخليهم يؤديوا مهامهم على أكمل وجه، لأنه أسبق وقلتم أستاذة كريمة أنه آن الأوان لتفعيل هكذا خلية، لأنه الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت الإحصائيات يوميا مهولة، وبالتالي لابد من أن نوضع لها حد عن طريق خلية الاستعلام المالي لأكيد راح تكون نتائجها يعني في القريب إن شاء الله نلبسوا نتائجها على الأرض الواقع طبعا. طيب جميل، الآن في الأخير أستاذة فريدة عبد بن عائشة نتحدث كذلك، تحدثنا ربما عن الآليات التي طبعا تؤطر هذا العمل بالنسبة لخلية معالجة الاستعلام المالي، تحدثنا كذلك عن كل ما يتم منحه من امتيازات لأعضاء المجلس وحتى بالنسبة لرئيس مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. برأيك الآن بالنسبة لما قد تقدمه هذه الخلية لمعالجة الاستعلام، سواء حتى ولو خلونا نقول ليس وضع حد، ولكن قد تكون يعني حتى ولو كان عمل صغير اللي قد تقدمه هذه الخلية، يعني ما المنتظر منها؟ أنا عندي إيمان أنه قوة أي دولة من الناحية الاقتصادية مقرونة بقوتها في مجال الاستخبارات الاقتصادي، أنا متأكدة من هذا الشيء. لما يكون عندك تغطية استخباراتية مالية حقيقية تأكد أنه اقتصادك راح يكون فعال وراح يكون ناجح. قد تكون هذه النقطة بالتحديد وقفت عليها الدولة الجزائرية وقالت أنه ضرورة الإسراع في تفعيل خلية الاستعلام المالي، إضافة إلى كونه راح يحد لنا من جرائم الفساد وراح يوضع يدنا على تبييض الأموال وعلى تمويل الإرهاب، الجريمة اللي عانينا منها معانينا، لأنه إحنا نعرف أنه كل التنظيمات الإرهابية اللي قامت بأعمال في داخل الجزائر كانت ممولة من طرف دول أجنبية، مصادر تمويل ماهيش جزائرية. وبالتالي أنا نشوف أنه توجه الدولة الجزائرية الرامي إلى ضرورة تكثيف عمل خلية الاستعلام المالي ومنحها كل الامتيازات والصلاحيات إنما هو خطوة في المسار الصحيح اللي دائما تقول فيه الدولة الجزائرية أنه حربنا ضد الفساد وضد الإرهابية حرب واحدة، المنتصر فيها دائما راح يكون إن شاء الله الجزائر، ولكن الخاسرون هم هذوك الناس اللي راهي تحارب فيهم الدولة الجزائرية للآن
واللي ربما درنا في 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 سبيلهم كل شيء. اذا كانت منظومه قانونيه فهي موجوده، واليوم احنا ما عندنا اطارات قانونيه. شوفوا دستورنا يعني يحكي اعطانا نماذج حقيقيه في مكافحه الفساد، كل القوانين التي عدلت بناء على الدستور تعطي نماذج في مكافحه الفساد. امنيا الحمد لله يعني عندنا فرق امنيه مؤهله للقيام بهكذا مهام. اقتصاديا الجزائر تعج بالخبراء الاقتصاديين، يعني وين راه الخلل؟ الخلل انه لابد انه تكون عندنا هيئه، هذه الهيئه تجمع بين كل الصلاحيات الثلاث قضاء امن اقتصاد، من خلال ربما هذه التوليفه البشريه نقدروا نوصلوا الى الاهداف المرجوه من وراء ربما تاسيس هكذا خليه او الاشاده بهكذا خليه، وهي خليه الاستعلام المالي، لان اؤكد على انها ما هي الا وحده استخباراتيه مهامها تلقي واستلام كل التقارير الخاصه بتبييض الاموال وتمويل الارهاب طبعا. طيب جزيل الشكر استاذه فريده عبري من عايشه حقوقيه واستاذه القانون على طبعا تسليطك الضوء على ما استحدثته الحكومه لخليه الاستعلام المالي وهذا الاجراء القانوني الجديد لمكافحه تبييض الاموال وتمويل الارهاب وكل ما له علاقه بمحاربه الفساد. شكرا لك جزيل الشكر. العفو استاذ. متابعينا الكرام نمر الان لملف نقاشنا.